أول رسائل هذه الحلقة رسالة مترجمة لخادمة إندونيسية ترغب في رسالتها، تقول أن تعرض على فضيلة الشيخ صالح الفوزان لأنها تفهم كلامه وتقول إنه مختصر، وتقول إنها خادمة إندونيسية أتت لهذه البلاد وهي تجهل كثيرا من أمور الدين، ثم تعلمت عن طريق الكتيبات المترجمة وعن طريق هذا البرنامج، وتريد أن تسأل لتنفع نفسها وأهلها إذا عادت أسئلة عديدة لعلنا نتمكن من ذكر بعضها. أول هذه الأسئلة تقول: فضيلة الشيخ، إذا نصحت بعض الشباب والشابات عن منكرات يقعون فيها يقولون نحن إذا متنا فلن نعود إلى الحياة مرة أخرى، فما رأي فضيلتكم في هذا وكيف أوجههم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر لهذه الأخت السائلة عنايتها بهذا البرنامج وحرصها على الاستفادة وعلى قراءة الكتب النافعة، فإن هذا مما يدل على تمسكها بدينها ومحبتها للتفقه فيه، هذه علامة السعادة. ثم إنها أيضا ذكرت أنها لا تقتصر على نفسها، وإنما تدعو الآخرين إلى الإسلام والتمسك به، وهذه ميزة عظيمة تشكر عليها. وأما ما ذكرت من أن بعض الناس ينكر البعث بعد الموت، فهذه عقيدة المشركين، عقيدة أهل الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم ينكرون البعث ويستبعدون إعادة الحياة إلى الأموات وقيامهم من قبورهم بعد أن كانوا رميما وعظاما، ثم تعود إليهم الحياة مرة كاملة ويقومون من قبورهم ويجازون بأعمالهم وتستمر حياتهم أبد الآباد، وذلك لجهلهم بالله سبحانه وتعالى وبقدرته، فإن الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم من باب أولى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكذلك الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات العظيمة الهائلة بقدرته سبحانه وتعالى، ألا يقدر على إعادة الإنسان من باب أولى؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إن الذي يحيي الأرض بعد موته، الأرض تكون مجدبة يابسة ميتة، ثم ينزل عليها الغيث، ثم تحيا وينبت النبات فيها وتهتز بأنواع النباتات والخضرة والروائح الطيبة بعد أن كانت صحراء جردة يابسة، فمن الذي أحياها؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي أحيا هذه البذور التي في بطن الأرض يابسة هامدة مطمورة بالتراب، ثم أحياها ونبتت وأثمرت وأينعت، هذا هو الله سبحانه وتعالى. الذي يقدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موته. وليس عند هؤلاء حجة على إنكار البعث إلا استبعاد هذا في عقولهم وبقاييسهم الفاسدة، وهذا ليس بحجة، هذه حجة داحضة، صلى الله العافية. نعم.